اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في اهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من دوار اولاد رحو بن عيسى الدويريه تابعه لجماعه بني وكيل اولاد محمد العروي نواحي النظور اذا العمليه ديال السرقه ديال المواشي ما بغاتش تنتهي هذه أزد... هذه ازيد من 15 يوم حنا كطاقم ديال قناه شوف تيفي كنا في ولاد ستوت واحد السيد سرقوا ليه ازيد من 17 راس وهاليوم اليوم مع الفجر قبل الفجر بساعة السيد سرقوا ليه تسعة ديال الخرفان حوالة تسعة ديال الخرفان حوالة طبعا هنا في دوار ولاد رحو بن عيسى دويرية جماعات بني وكيل ولاد محند نواحي النظور سبعة ديال الحوالة تسعة تسعة عفوا تسعة ديال الحوالة اللي, اللي, دي اللي, اللي تسرقوا قبل الفجر ياك انت الان على المباشر على قناه شوف تي في عاود لينا وحكي للمغاربه باش الرساله توصل لانه هذه راه عصابه خطيره هذه عصابه خطيره وهذو عصابه محترفه محترفين هادو اللي كيجيو كيسرقوا بالليل وكي تفضل بسم الله بسم الله السلام عليكم انا اكرش الحسين من جماعة ولاد رحو بن عيسى بن وكيل الدويرية كان دير كي الساعة على, على الفجر باش كنوض نمشي نتوضا وجاي ملي خرجت غادي للطواليت تفاجأت قدامي جبرت الباب حيدو طرد السنسلة قطعوها بدا بشي حاجة قطعوها ورميت رماو الباب كي قدامي. قدامي مين تفاجأت هكداك رجعت كنجري باش نغوط الولد ديالي وجبت الضو وشت جبرت الحواله مشاو كانوا عندي تما تما تسعة الحوالة أربعة ديال الشواه دياولي وخمسة شريتهم مزيو مقيومين عليا ديك الشرية بمية وخمسين خمسين ألف فرانك الواحد وربعة اللي كانوا عندي يسواو كتر مية وخمسة وستين مية وسبعين وتفاجأت عيط له ولا من عيط لولد عمي ها آه هو قدامي جينا خرجنا تاينا بقينا كنجريو كي سميتو عنده السياره كنجريو جري هنا كنديرو الضو كي سميتو في 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 البلايص في السدار في هذه عندنا بانه الحوالات تسرقوا لك فوقاش حسيتي بهم؟ ما انا حتى نطل كي سميتو حتى نطل بانه الحوالة راه تسرقوا فوقاش عرفتي بانه تنطي مع الصباح وقيله ولا لا ماشي حتى الصباح في ديك الساعه جبرت كي سميتو انا والولد ديالي كنشوفو شوف هنا شوف هنا مع عندنا الكلب قريب اللي سميتو البلاصه فين فين تسرقوا ها هو كاين قريب دوزوه قدامه قدام الكلب دوزو دو دوك الحواله قدام الكلب وفاتوا عندي الفصه قدامي قدام الدار دوزوهم جبرت الجره ديال الفصه تما عرفت بلي تسرق ولكن فاش عرفت تاكدت نيشان جبرت كي سميتو السنسله مقطعه والباب منزله بعيده تقريبا شي 7 متر وشي زليجات كنت دايرهم قدام الباب هزوهم جابوهم هنايا بعياد واحد العمود عاوتاني كيتكي الباب جبرتو نزلوه في الطرف فهمتي باين يعني باين حاجه سرقه باين تما انطلقت شي مشى الولد ديالي مشى للعروي لحقت عليه انا عندنا اليوم السوق في الحد مشينا للسوق شفناه كامل مع ولاد عمي مع كل شيء والو مشيت انا حتى لكي سميتو السوق كاين السوق عاوت بني شيكر مشيت حتى لبني شيكر ما كاين والو من بعد رجعت علمت لكي سميتو رجال الدرك وراهم غادي تاخذوا الاجراءات غادي يشوفوا هذا الشيء هذا فين كا. فين غادي يخرج مشكورين رجال الدراك مشكورين كنطلبوا الله تعالى غادي غادي فهمتي باش يتحد هذا الشيء هذا مجهود كيديروا حتى هما مجهود كبير والله يا ودي هذا المجهود هذا يتثمر الله ويلقاو حد لهذه العصابه هذه لانه راه ازيد 15 يوم حنا كطاقم ديال القناه شفتيني؟ <applause> راه واحد السيد في نواحي ديال زايو جماعه ديال ولاد ستوت راه سرقوا ليه ازيد من 19 من 17 راس <applause> هذه غير 15 يوم <تصفيق> <تصفيق> وحنا كنتفاجؤوا اليوم متتبعينا هنا في دوار ولاد رحو بن عيسى الدويريه جماعه بني وكيل ولاد محمد العروي نواحي الناظور هذا هذا راه سرقوا ليه اليوم قبل الفجر ساعة تقريبا تسعة ديال الحوالة تسعة ديال الحوالة وهادشي يعني بعد أيام اشهر آه آه شهور آه قليلة طبعا عن عيد الأضحى واه المبارك وهاد السيد هذا واش واش هاد السيد هذا بالله عليكم واش هاد السيد هذا هو اللي غيتسرق شوف فين عايش وحالته كيفاش دايرة عايش في العذاب عايش في القهر عايش في تكرفيس واش هذا هو الواحد اللي غيجي يطمع فيه وهاد الحواله مسا... هاد الحواله مسكين كان كيوجدهم العيد الكبير وغير مسلف الفلوس مسلف الفلوس. مسل الفلوس باش يعني يشريهم صغار وفي تكبرهم ويجي واحد لقاها بارده وسرقهم ليه وهاد السيد مسكين باش غيعيش وباش غيكبر وليداتو باش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم معنا الاستاذ آه علال الاكرش الفاعل الجمعوي معروف هنا في المنطقه والفاعل الجمعوي هنا في المنطقه ديال العروي والدويريه وهو ولد الدويريه اصلا ولد الدويريه السي علال الاكرش شنو وقع بالضبط شفت هاد هاد سرقة ديال المواشي راه كثرات هنا في المنطقة بزاف 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 تفضل السي علال الأكراش آه شكرا 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 جزيلا لقناة شوف تي في قناة الشعب آه كنحييكم على المجهودات الجبارة اللي كتقوموا بها وحنا بلا ما بدون لأن قناة شوف تي في قناة الشعب ولهذا تفاجئنا آه أنا السيد ولد عمي اتصل بي مع الصباح نوضني من نعاس وزعما واتصلتي بنا واه اتصل و... اتصل بيا وانا اتصلت بالاخوان ديال شفتي في ومشكورين مع المنبر جو القلب الحدث انا مؤسف لهذ الناس من العيب من العار هذه الكارثه هذا 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 هذ النصابه هذا صاحب السلب والنهب باش زعما كيديروا هذا الشيء ماشي اول مره هذا الشيء وقع مرارا وتكرارا الشيء وقع غير هذه المره عند واحد سميتو هنايا المساوي عبد القادر وقع عند قدور قد آه كراش قدور قد ولاد ستوت وقع عند آه آه البشيرين الميلود ولات السدود هذا الشيء كيوقع مرارا وتكرارا في وجيز فوجيز و... و... تماما في ظرف وجيز ما كانش زعما ولهذا آه... نحن كدوله القانون دوله الحق القانون خصنا نحميو هذا هذا هل... هذا الضم الصباح خصنا نقطعوا لهم الايدين هذا الشيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم قطعوا ايديهم ماشي يقول زعما هذا رسالتك السي أه أه للأكرش الاكرش اللي باغي توجهها أه للناس المسؤولين رجال الدرك والسوق المحليه هنا اللي هم مشكورين بهذه المناسبه هذه لان حتى هما كيديروا كبيره ولكن خصهم يزيدوا يكثروا <applause> من المجهودات لانه راه سرقه اه المواشي را راه كثرات هنا في هذه النواحي يعني نعم أه بكل صراحه انا الصباح أه مشيت عند رجال الدرك وكان حيو زعما رجال الدرك زعما آه، على الموجودات الجبار اللي كيقوموا انا داخل عندهم هما الساعه بيتين بيتين فين بيتين كيجروا على هذا العصابة العصابات دخلت تما دخل معايا قائد الدرك الملكي ما ما كيشوفش مع ما بقى. ما, ما الله يحسن العون ولا كي ولي ولهذا من هذا المنبر نرجو المعاونه من الشعب والمجتمع المدني فيكم المجتمع المدني انوضوا ضد حرب الظلم نوضوا حربها المفسدين نوضوا حربها النصابة الله يجازيكم بخير خصكم تنوضوا عليكم ان تقوموا كرجل واحد لان مصيبة مع الاعياد ديال المناسبة ديال عيد عيد الاضحى الابواب وهذا المصيبة راك تشوفها ولهذا آه مشكورين آه رجال السلطة ورجال الدرك رجال الدرك ولهذا حنا كنبلغوا هذه الرسالة للمسؤولين باش نوضعوا حد لهذه العصابه سرقه المواشي سرقه المواشي تماما من سرقه المواشي وخصوصاً حد وشكرا شكرا جزيلا لموق... لقناه شوف تي في قناه الشعب ومشكورين والى اللقاء شكرا شكرا سي على الاكرش الفاعل الجمعوي وطبعا كاين في النقابات وطبعا ولد المنطقه ولد الدويريه ومعروف هنايا أه يعني شنو هي الرساله ديالك كرساله اخيره اللي باغي توجهها للمسؤولين والناس السلطات ورجال الدرك الملكي اللي صراحه حتى هما راه كيديروا مجهود كبير حتى هما كيديروا مجهود كبير آه يعني خصنا نعذروهم آه انت الان على المباشر على قناه شوف تي شنو الرساله اللي كتوجه لرجال الدرك الملكي بعد ما آه كثرات 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 بزاف سرقه المواشي في الاونه الاخيره هنا في اقليم الناظور وبالخصوص في الدوار هذا ولا ضرحو بن عيسى الدويرية جماعة بني وكيل ولاد محند نواحي النظور تفضل شكرا أنا كنحيي رجال الدرك وكنشكرهم بزاف على المجهودات اللي كيقوموا بها وثانيين ولا راه بوحديتهم ما يقدروا يديروا والو راه خصني المعاونة ديال الشعب ما خصناش نحجبوا المجتمع المدني ايضا وا ما خصناش نحجبوا على شي واحد اللي كنعرفوه ماشي هو هذاك ماشي في الطريق الصحيح خصنا فهمت نوقفوا فهمتي نوقفوه، باش نعاونوا هاد الرجال الدرك باش كتكون الجماعه كل جماعه كتكون نقيه ونطلب الله تعالى الله الله ييسر لكل واحد الله يسر لكل واحد ونطلب رب العالمين الله ييسر والله والله الله يرضي عليهم الله يرضي عليهم الرجال الدرك انا ما لقاني بواحد الترحيب وهذه وقال لي يا ودي شوف عاونونا وغادي نلقاو هذا كي سميتو هذا وان شاء الله راه حنا متبعين غير بلاتي شويه شويه ربما غادي نلقاو شي خيط اللي غادي يوصلهم للهدف ونطلبوا ربي العالمين الله يسر وشكرا شكرا للقناة شوف تي في شكرا 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 هذا واجب حنا راه كنا في الدريوش في اقليم الدريوش وكنا بالضبط خارج اقليم الدريوش في بن طيب اه كنا كنغطيو واحد الحاله اخرى حاله انسانيه ولما اتصلتوا بنا راه ما ترددناش جينا جينا كنطيروا لأنه هذه قناة الشعب قناة الشعب كنهزوا الهموم ديال المواطنين كنهزوا أي واحد حس براسه محقور وحس براسه مظلوم ولو غادي يلقى قناة الشعب قناة شوف تي في في جنبه شكرا لما اتصلتوا بنا راه حنا كنا في بنطيب إقليم دريوش راه جينا كنجريو لهنا في إقليم الناظور نواحي طبعا نواحي العروي حنا في الدويرية إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في كما شفتو وكما سمعتو اشنو قال هذا السيد هذا اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعيد على الابواب وتسلف الفلوس باش يشري هذا الخرفان وكبرهم وتجي واحد العصابه لسرقه المواشي ويسرقوهم سرقوا له تسعه ديال الناس اللي كيسولوا على شحال من راس تسعه ديال اللي سرقوا له هذا الشيء كما كيقول مول الدار اللي ساكن هنايا قبل الفجر قبل الفجر كنتمناو من رجال الدرك الملكي والناس ديال السلطات والمجتمع المدني يتعاونوا ويكثفوا بالمجهودات ديالهم باش يحدوا من الظاهرة سرقه المواشي في هذا المكان هذا في الدويرية يا مرارا وفي واحد الظرف وجيز يعني في الشهر يعني كتلقى ثلاثة، أربعة ديال الناس كيتسرقوا هنا في الدويرية. كاين اللي مشات ليه 30 راس، كاين اللي مشات ليه 15، هوات السيد هذا. مشات ليه تسعود. تسعود ديال الحوالة اللي, اللي مشاو ليه. هنايا في دوار أولاد رحو بن عيسى جماعة بني وكيل أولاد محمد نواحي النظور إذًا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في. وصلنا نهايه البث المباشر هنا من دوار اولاد رحو بن عيسى الدويريه والى اللقاء في لقاء مباشر اخر